بدأ العد العكسي أخيرا لواحدة من أشد المعارك فتكا وقوة وشراسة عبر تاريخ الملاكمة الحديثة، نزال يجمع بين الدهاء والسيطرة وكمال التقنيات، سيكون لزاما على المدمرين اللذين لم يذوقا طعم الهزيمة من قبل توحيد أحزمة الوزن خفيف الثقيل في سابقة لم تحدث منذ 25 سنة. السفاح آرتور بيتر بييف والمدمر ديمتري بيفول في صراع على العرش بعنوان الحرب الباردة. تابعونا. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. أعين العالم كلها ستنصب يوم 12 أكتوبر نحو موقعة بيتر بييف وبيفول بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. المملكة أرينا ستحتضن تحفة فنية تاريخية في رياضة الملاكمة. متسلحان بأساس الالتزام ورغبة العظمة، ومدركان أن البطل يصنع في مشقة التدريب بعيدا عن الأعين وخلف الجدران قبل أن يسيطر ويبهر على الحلبة أمام الكاميرات، يدخلان هذا الصدام بفكرة أكون أو لا أكون. فالانتصار هذه المرة ليس كباقي انتصاراتهم السابقة، بل يساوي حصد جميع الألقاب وحفر الاسم بين قائمة أساطير اللعبة. ملامح هادئة تنذر بحرب باردة، برودة الأعصاب أم برودة الطقوس الروسية؟ فالملاكمة قبل كل شيء لعبة العقول قبل القفاز، حرب باردة في الباطن، لكن في ظاهرها يبدو جليا أنه الهدوء المخيف الذي يسبق العاصفة. آرتور بيتر بييف الوحش القادم من جبال القوقاز والمتشبه بطبيعته الصارخة، رصيد قتالي وحشي بامتياز، انتصاراته كلها بضربات قاضية فتاكة. لا أحد يتمنى الوقوف نداً له. خصومه السابقون وأصدقائه في التداريب صرحوا بكمية الألم التي شعروا بها أثناء تلقيهم لكماته الثقيلة. إنه عبارة عن آلة حرب يستمد قوته أساساً من التوازن والتحرك الجيد والقصف على بعد مسافات قصيرة. الالتحام معه في تسديد اللكمات هو أسوأ شيء يمكن لأي من خصومه القيام به. كل هذا ليس وليد الصدفة، فالرجل متمرس ومتشبع بالملاكمة، رصيده بالهوات لا يصدق. 300 نزال انتصر في 295 منها وانهزم في 5 فقط. لك أن تتخيل حجم سيطرة هذا القوقازي، لدرجة أنه سبق له مواجهة بطل الوزن الثقيل الحالي أوليكساندر أوسيك وجعله يتألم في مناسبتين. منذ بدئه الاحتراف سنة 2013 إلى يومنا هذا حقق بيتر بييف 20 انتصارا كلها بالضربة القاضية، وهو بطل العالم الوحيد الموجود حاليا بانتصارات بالضربة القاضية نسبتها 100%. يقول بيتر بييف أنه يستمد القوة والإلهام من التزامه الديني وارتباطه الشديد بمحيط العائلة، فحياته الشخصية تحظى بسرية تامة، كما أن معظم وقته يقضيه في تطوير مهاراته وقوة تحمله البدني من أجل البقاء على القمة. إنجازاته تشفع له بأن يكون رياضيا من النخبة، من الألعاب الأولمبية إلى بطل العالم للهواة وبطل أوروبا، ثم النجاح الاحترافي بتحقيقه ألقاب الاتحاد الدولي للمنظمة الملاكمة والمجلس العالمي والمنظمة العالمية. لم يبقى أمامه إلا شيء واحد لختم مسيرته الناجحة، وهي توحيد ألقاب الوزن خفيف الثقيل أمام أشرس خصم له في مسيرته، الدبابة بيفول. لطالما دارت الحرب الباردة بينهما، ومطالبات الجماهير بإجراء هذه المعركة لتحديد الأقوى وإنهاء الجدل، رغم أن النحس سبق أن أصاب هذا النزال وتم إلغاؤه بعدما كان مقررا مطلع شهر يونيو الفارط. إصابة بيتر بييف وقفت عائقا، لكن ربما التأخير زاد المواجهة حماسا أكثر من ذي قبل، وها نحن اليوم أمام بيتر بييف وبيفول في جاهزية تامة، ويا حرب اشتعلي. ديمتري بيفول الملاكم المدمر متعدد الأسلحة الذي لا يكل ولا يمل من إلحاق الأذى بضحاياه، على عكس أغلب أبطال الملاكمة الذين يأخذون فترة راحة أثناء النزال بعد تسديد لكمة أو لكمتين، فهو يدخل كل جولة كما لو أنها الجولة الأولى ويطلق وابلا من اللكمات، هجوم تلو الآخر بلا تعب ولا توقف ولا راحة. أسلوب ملاكمته يسير نحو الكمال، سرعة خارقة ولكمات
تنطلق كالقذائف، ثم ردود أفعال سريعة. ورغم كل هذه الميزات إلا أنه يظل أشد الملاكمين تواضعا وأخلاقا. بأسلوب سوفيتي خالص أنهى تجربته في الهواة برصيد كبير جدا، 283 نزالا، انتصر في 268 منها وانهزم في 15. مثل هذه الإحصائيات المخيفة تشبه دخولك أعشاش الدبابير القاتلة والخروج منها بعدد طفيف من الضرر. وهذا هو الفرق بين الملاكمين النخبة والملاكمين العاديين. حتى عند دخوله عالم الاحتراف سنة 2014 لم يسلم من جبروته أي من خصومه. فأمام بيفول الضربة القاضية أرحم بكثير جدا من الوقوف أمامه 12 جولة، فهو يحب التفنن في تعذيب خصومه نفسيا وبدنيا. لذلك مفهوم الرحمة لدى بيفول هو إنهاء الخصم بضربة قاضية، ويخلصه بذلك من كمية الضرر التي ستلحق به في حالة أكمل الجولات وذهب نحو المستشفى. 23 نزالا احترافيا انتصر فيهم جميعا على التوالي، محققا 12 ضربة قاضية، حائزا على أحد حلقات عرش وزن خفيف الثقيل المهمة، حزام المنظمة الدولية للملاكمة. لكن عزيمته نحو الألقاب أصبحت أكثر من أي وقت مضى، وعينه على سحق بيتر بييف من أجل جمع باقي الأحزمة. فبعدما حجز كرسيا على طاولة أساطير اللعبة حسب شهادة الجماهير لم يكتفي، ويطالب بطاولته الخاصة. آرتور بيتر بييف، ديمتري بيفول، أسلوب فتاك لكنه مختلف، ما سيجعل التكهن بنتيجة الفائز منهما أمرا تعجيزيا. نعم، هذا الأمر صحيح. طيلة مسيرتي في تحليل عالم القتال لم يحيرني نزال أكثر مما حيرني هذا النزال بين بيفول وبيتر بييف. صدقوني الأمر صعب جدا. هذين الملاكمين يسيران نحو الكمال، ذكاء قتالي، شراسة، قوة تحمل، قلب، كل شيء بخصوص هذه المعركة صعب التكهن. لكن دعونا نأخذ كل ملاكم منهما على حذاء لكي نقترب من الإجابة. سأبدأ ببيتر بييف. أكيد بيتر بييف يتميز بقوته الوحشية في اللكم، كذلك المسافات المحسوبة، الضغط المحسوب، يعرف ما يفعل، لا يندفع بلا هدف، ويأخذ وقته الكافي في قراءة الخصم. لذلك عندما يقرأ خصمه مباشرة يقضي عليه بدون رحمة. تميزه كذلك ميزة الفوتورك أو حركات الأرجل، يتحرك بشكل جيد جدا بطريقة ربما أغرب من الملاكمين، وهي أنه لا يعتمد على تحريك رأسه بل فقط يقوم بالتحرك الجميل جدا من خلال رجليه فقط. فقط كمعلومة مضافة، حركات الأرجل تلعب نسبة 50% في الملاكمة. لذلك من يعتقد أن الملاكمة عبارة عن لعبة أيدي، لا يا صديقي أنت مخطئ، فهي لعبة الأرجل كذلك. إذا كنت تتقن حركات الأرجل فستكون ملاكما رائعا، والدليل أمامكم جميع ملاكمي النخبة. كما ذكرت بيتر بييف أستاذ في إدارة المسافة، كذلك في فرض القوة، فهو من يقوم بفرض أسلوبه على الخصم. لذلك عندما يلتحم معك هذا القوقازي وتقوم بالالتحام معه، وهذا هو الفخ. فقط حينما تتبادل اللكمات مع بيتر بييف في مسافة قريبة فهذه تكون نهايتك مباشرة، لأن قوة لكمته تتفوق على ملاكمين في الوزن الثقيل. يتبع أسلوب وكأنه يقوم باحتجاز الخصم في أسلوب واحد، ويشل حركته تماما في الهجومات المرتدة، يعني يقوم بجعل خصمه لا يجد الحلول نهائيا أمام قوته الصلبة. لذلك تجده مباشرة يتمكن من إنهائه بسهولة متى تسنى له ذلك. يبقى سن آرتور هو الذي يطرح التساؤل لدى جماهير الملاكمة. يبلغ من العمر 39 سنة. بطبيعة الحال هذا السن لم يؤثر عليه نهائيا، فهو يبدو في قمة مستواه القتالي. كذلك بالنسبة لمسألة السن، على حسب كل شخص، على حسب كل شخص وجيناته. هذا القوقازي صلب وقوي جدا، وصراحة
أرى بأن القوقازيين هناك من يصل عمره لعمر متقدم جدا وتجده بقوة رهيبة ما شاء الله. شاهدوا فقط معي المصارعين مدربي المصارعة في داغستان والشيشان 70 سنة 80 سنة وتجده صلب جدا، ما بالك بال40 سنة. كذلك هو ملتزم جدا ورجل عائلة متدين، لا يشرب لا يدخن لا يسهر ودائما ملتزم بأسلوب تدريب صارم، لذلك تجده في القمة اليوم، فقط يحصد نتيجة ما فعله بداية شبابه. أكيد من شب على شيء شاب عليه. صراحة أعتبر أرتور بيتربييف حبيب نورماغوميدوف الملاكمة، يتشابهان كثيرا كذلك على مستوى أسلوب الحياة. بيتربييف يبلغ طوله 1.82 متر تقريبا نفس طول بيفول، بيفول 1.83 متر. سأتحدث الآن عن الدبابة ديمتري بيفول. الأمر محير كما ذكرت لكم في بداية الأمر، يتشابهان كثيرا ويختلفان كثيرا. مثلا حتى بيفول يتفوق في مسألة التحرك بالأرجل، لديه فوت وورك رائع جدا خاصة على مستوى الدفاع، عندما يرجع إلى الوراء ويقوم بتلك اللكمات المستقيمة الطويلة فدائما ما يصيب الهدف. أسلوب سوفيتي خالص يعتمد على الكر والفر واعتماد دائما على الحراسة إلى الأعلى، يعني دائما ما تجد دفاعاته في جانب وجهه مباشرة بعد تسديده لكمة أو لكمتين. المدهش في أسلوب تحركات بيفول بالأرجل هو أنه دائما ما يوقع بخصومه في الأفخاخ، يعني يقوم بتحركات تصيب خصومه بالعياء تنهك كاهلهم تماما، لأنه يقوم بالذهاب لزوايا عندما الخصم يسدد لكمة فإنه يجد صعوبة في التمركز وبذلك يخسر الكثير من الجهد ويصيبه العياء مع توالي الجولات. أكيد هو ملاكم يميزه الهدوء، كذلك يصبر جدا للاستفزازات ولا يقوم بحركات زائدة فقط من أجل الزيادة لا غير، هو عندما يتحرك فدائما ما يفعل شيئا، وكذلك قوته غير متوقعة، يعني لا يسدد دائما لكمات قوية وصلبة مثل بيتربييف، هو دائما يسدد لكمة مرة تكون خفيفة فقط لجس النبض وفي بعض الأحيان يتوقعها الخصم خفيفة لكنها تكون صادمة وقوية جدا. ذكرت مسألة اللكم ثم الرجوع للخلف، هي مسألة لا يتقنها العديد من الملاكمين، يعني هي وضعية دفاعية وهجومية في نفس الوقت ودائما ما تأتي بالضربات القاضية، هو شيء مثل ذلك الشيء الذي يمتلكه فلويد مايويذر مثلا. بيفول يستطيع فعل نفس الأمر في الوزن خفيف الثقيل. والآن المرحلة الأصعب وهي توقع من الأقرب للانتصار في هذه المواجهة. كما قلت لكم يتميزان كليهما دفاعيا هجوميا، خطط رهيبة جدا، لكن في نفس الوقت يختلفان متناقضان للغاية. الأمر يحتاج قراءة دقيقة ودقيقة جدا، لذلك سأقوم بطرحي ولكم أنتم الحكم. أرى بأن الهجوم سيكون في صالح أرتور بيتربييف، صلب جدا، قوة لكماته لا تترك للخصم أي فرصة من أجل النهوض، دبابة بشرية تتحرك. أما بالنسبة للقوة الدفاعية فأرى أن بيفول قادر على وضع خطة دفاعية محكمة، كذلك لكمته المستقيمة الطويلة ستكون حلا أنجع في امتصاص غضب بيتربييف. أما إذا وقع اشتباك والتحام وسط الحلبة ومحاولة كليهما السيطرة التامة على الحلبة فأظن أن بيتربييف هو الذي سيكون متفوقا. أما بالنسبة للقوة والتحمل البدني فكليهما لديهما نفس الخاصية، وبهذا الأمر أرى بأن النزال صعب جدا توقع نتيجته لتقارب مستواهما، كذلك لكونهما ملاكمين من النخبة ونحن نعيش التاريخ معهم هذا العصر. أكيد هذا النزال من أقوى نزالات هذا القرن، من سيفوته أكيد مجنون. بالمناسبة هناك مفاجأة، هذا النزال سيكون مجانيا، نعم مجاني، وكذلك في وقت مناسب لنا كجماهير من الوطن العربي، سيكون في وقت مبكر بتوقيت الرياض بالمملكة العربية السعودية، تقريبا 22:00 بتوقيت الرياض، 20:00 بتوقيت المغرب، توقيت مناسب جدا ومعروض على قنوات عربية كذلك، وأكيد سنستمتع كثيرا بالمشاهدة. إذن موعدنا يوم السبت 12 أكتوبر إن شاء الله. أنتظر تعليقاتكم وترشيحاتكم
نقاشكم بخصوص الفائز. قبل نهاية الحلقة، إذا كنت محبا للملاكمة لا تنسى المتابعة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديدنا، كذلك وضع إعجابك وتعليقك بالحلقة لتنتشر بين محبي الملاكمة. كان معكم أمين، إلى اللقاء.